طبعا انا هتكلم على اسطوره من اساطير مصر في السبعينات، كابتن حسن علي، حارس مرمى مصر الترسانه، وده كان اسطوره كبيره جدا، اسطوره كبيره جدا جدا جدا، وكان عايش في وسط عظماء نادي الترسانه زي طبعا مصطفى رياض، ربنا يديله الصحة، كابتن شاذلي رحمة الله عليه. إنما هو كان أسطورة لوحده، كان حتى الأستاذ حسن الاستكاوي طلع عليه حسن يوجا. ليه؟ لأن كابتن حسن كان عنده الأداء الجميل الممتع، كورة مش محتاجة رمية، لا ياخدها ويترمي، كان شيء جميل. وأنا كان ليا الشرف والقدر من الله ان انا اشتغلت معاه واتدربت معاه كحارس مرمى، لان يعني انا كنت حارس مرمى الزمالك، وحصل التأهيل. كان كابتن بهاء موجود في الترسانة، هو مدير الكورة، كان خد شاهين قبل كده، كابتن شاهين الجون العظيم رحمة الله عليه من الزمالك للترسانة. وجي خدني بقى انا لسه صغير، كان عندي حوالي 19 سنة في التوقيت، وقعدت حوالي 6 شهور مع الكابتن العظيم أسطورة حراس مرمى هذا التوقيت كابتن حسن علي. استفدت منه حاجات كتيرة جدا، وهحكي حاجة طريفة جدا. الوحيد طبعا اللي كان عنده عربية سواء في الزمالك أو في الترسانة، أنا كان عندي عربية بورد صغير. فجه كابتن حسن في يوم كنت أنا جاي من الجيش تعبان، فدخل أريح عشان يتابع، قال لي هاخد بس عربيتك مشوار وارجع. قلت له اتفضل يا كابتن حسن. خد العربيه وهو جاي، كان بوابه نادي ترسانه زمان، بدل ما يدوس فرامل داس بنزين فخبط العربيه. فلقيته جاي بيقول لي مفتاح اهو، بس يعني اتخدش اتخدش صغير. فروحت بقى جاري اتفرج على العربيه، فرجعت قلت له يا كابتن حسن ده خدش صغير، امال لو كبير كانت ايه؟ العربيه كلها تتكسر. فدي من المواقف اللي هي جميلة جدا. وطبعا أنا ما قدرتش أطول، لأن عشان أتكلم عن كابتن حسن علي العظيم كانت عايزة ساعات. إنما يعني أنا مع الأستاذ محمد الكوسي قلنا هتبقى 5 دقايق بالكتير، فدي أقل حاجة أقدر أحط الضوء فيها على العظيم، عظيم مملكة العمالقة في السبعينات الكابتن حسن علي يوجا. على رأي الأستاذ حسن المستكاوي رحمة الله عليه، شكرا ليكم جميعا، ويا رب أكون حطيت بصمة بسيطة جدا على هذا القدير اللي يستاهل أكتر من كده بكتير.